باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. لكن القراءات في هذا اليوم المبارك هناخد موضوعها عن محبة ربنا من خلال رحمته. الله أحبني فرحمني. اللي يفتكر منكم بعد عودة الابن الضال ورجوعه للبيت معزز مكرم، ربنا بيعلن محبته ان هو بيورثنا، ان كنا ابناء فنحن ورثة ايضا وورثونا مع الله، اسف، ورثة الله وورثونا مع المسيح. وبعد كده ربنا احبني فدعاني ودعاني دعوة مقدسة لئلا امشي طلبا في هذه العطايا، هذا الطريق، بدون ما اشعر بغربة عن العالم. ولما شافني خايف أحبني فطمأنني لأجل أي شيء بيشد الإنسان وبيخليه يبقى مرتبك في رحلة عمره. فربنا بيقول للبحر أسكت وللريح ابكم ويصير هدوء عظيم، ويأمر الله بسلامه لأولاده. النهاردة الله أحبني فرحمني. شفنا النهاردة إنجيل القداس من معلمنا القديس لوقا الإصحاح 18، وهو بارتيماوس الأعمى أو الأعمى اللي هو جاي في رسالته، آسف، قصته في الإصحاح 18، إن السيد المسيح لما كان يقترب من أريحة وهو كان جالس على الطريق يستعطي، فلما سمع الجمع مجتازا سأل ما عسى أن يكون هذا. ابتدى هو كان سامع عن ربنا، ولكن لما سمع الضجة قريبة منه ابتدى يسأل. فراحوا أخبروه أن يسوع الناصري مجتاز، وهنا ابتدى يشوف السيد المسيح بعيون قلبه، وابتدى عيون ذهنه تستنير ويؤمن بالسيد المسيح اللي هو عمره ما شافه. الناس اللي شافوه بعينيهم ما أمنوش، وهو الأعمى وثق في هذا الإله وابتدى يصرخ، فصرخ قائلا: يا يسوع ابن داود، ده مدارس الناموس وعارف ان هو ابن داود، يا يسوع ابن داود ارحمني. وثق في ان هذا هو الله الضابط الكل الذي يملك الرحمة ويملك المغفرة ويملك السلام، يملك المحبة. فصرخ: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره المتقدمون ليسكت، زي ما بنشوف كده. يعني حوالين السيد المسيح كان في متقدمون، المتقدمون دول في حياتنا بيرمزوا للشهوات وبيرمزوا لمحبة العالم اللي بتخلينا نسكت عن الصلاة وعن الصراخ بلجاجة ناحية رحمة ربنا. أما هو فصرخ أكثر كثيرا، ابتدى بقى إيه، يعلي صوته جامد ويشاور بإيده جامد وينسكب كده تحية الموكب. صرخ أكثر كثيرا، دي الصلاة المملوءة بالإيمان بتاع رحمة ربنا. فيقول: فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه. ابتدى يلتفت إليه ربنا، وقف وراح قال للناس: هاتهولي. ولما اقترب سأله: ماذا تريد أن أفعل بك؟ هنا بقى ربنا بيورينا عن فعالية الصراخ وفعالية التوبة وفعالية الرجاء وفعالية الجهاد. ان ربنا مش بيعمل وخلاص الا لما يشوفنا احنا ايه عايزين. الله العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسار. ماذا تريد ان افعل بك؟ فقال: يا سيد ان ابصر. فقال له يسوع: ابصر، مش انا شفيتك. قال له ايه؟ ايمانك قد شفاك. يعني الشفاء حواليا في كل حتة، والرحمة والخير والبركة حواليا في كل حتة، ينتظروا إيماني. اللي يؤمن ينال، واللي يفغر فمه ويلهث كده زي ما قال داود النبي في مزمور 119، ربنا يملاه، يملاه ويديله. يقول: وفي الحال أبصر وتبعه وهو يمجد الله. تبعه، هو كان الأسبوع ده بيدعو الناس، يقول تعالى. فده بقى إيه،
من عمق إحساسه بقوة الله اللي مفيش أطباء ولا أغنياء ولا فقراء ولا أي حد من أي جنس، ولا إسرائيليين ولا أمميين قدروا إن هم يساعدوه أو يشفوه أو يغيروا حاله. ففهم إن هو الوحيد القادر أن ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب، زي ما تقرأ علينا في نبوة دانيال 6 في صباح هذا اليوم. يقول لك كده: وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا الله. إنها رحمة الله يا أحبائي، رحمة الله اللي احنا بنتغنى بيها في القداس وخلال اليوم مئات بل آلاف المرات: يا رب ارحم، يا رب ارحم. رحمة الله اللي احنا بنقول له: أيها الطويل الأناه الكثير الرحمة الحقيقي، اقبل سؤالاتنا وطلباتنا واعترافنا وتوبتنا وابتهالنا على مذبحك المقدس الناطق السمائي. في كل مرة نقف فيها أمام المذبح يقول أبونا كده أثناء ما الإنجيل بيتقري: أيها الطويل الأناه الكثير الرحمة. فالنبوات النهاردة بتورينا إيه هي الرحمة، يعني إيه رحمة. فأول نبوة كانت تكوين 32، قصة ملاقاة قديس يعقوب بأخوه عيسو، وإزاي إن هو لما بعت رسل قالوا له ده جاي لك ومعاه 400 واحد، فخاف جدا وترعب وراح واقف كده قدام ربنا وقال له: صغير أنا يا رب عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك. أنا بعصاي خرجت من الأردن وأنا صرت جيشين، وأنت قلت لي يا رب أنا أردك من أجل يا رب قسمك لأبويا إبراهيم وإسحاق، ما تردنيش ما تخزنيش، واديني يا رب قوة ونعمة. وراح بقى بدأ يمشي الهدايا قدامه 5 دفعات، 580 رأس ماشية من أغنام وجمال وبقر، عشان يستعطف وجه إيه؟ عيسو. وهو ماشي بقى راح حب يريح، فراح ظهر له ملاك الرب وحس إن هو مش إنسان عادي، حس كده بإن فيه ظهور إلهي، فراح مسك فيه طمعا في البركة وبدأ يصارعه حتى طلوع الفجر. فراح قال له كده: من النهاردة أنت يبقى اسمك إسرائيل، اسمك إسرائيل لأنك جهدت مع الله وقدرت، زي الأعمى ده اللي جاهد مع الله إيه وقدر، قدر إن يفوز بالرحمة والغفران. الرحمة هي الغلبة في الصراع مع الله، الرحمة هي إيه؟ الغلبة في الصراع مع الله. اللي يغلب في صراعه مع الله ويصر انه ياخد البركة ويعشم فيها ويطلبها بإصرار وبإيمان وبلجاجة وبتمسك، يديله ربنا ويصير هي ده عنوان الرحمة: حولي عني دموعك لأنهما قد غلبتان. في أشعية 28 يقول: اسمعوا كلام الرب يا رجال الهزل ولاة هذا الشعب الذي في أورشليم، لأنكم قلتم: قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهاوية. الناس اللي بتخاف من الموت وعايزين يطولوا في عمرهم عشان مش عايزين يموتوا، هما فاكرين ان هما كده كده، مش ناسين ان هما كده كده هيموتوا. فبيقول كده: الصوت الجارف اذا عبر لا يأتينا، لاننا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش استترنا. لذلك هكذا يقول السيد الرب: ها انا اؤسس في صهيون حجرا، اللي هو السيد المسيح، حجر امتحان، حجر زاوية كريما، أساسا مؤسسا، من آمن لا يهرب. من آمن بهذا الحجر لا يهرب. فالسيد المسيح يعلن إن هو عايز يرحم شعبه من الموت الأبدي، وإن يخلي لحظة الموت عزيزة ومكرمة ومؤمنة بدم السيد المسيح الفادي المخلص. هو حجر الزاوية اللي احنا نتكل عليه، من آمن بيه لا يهرب من الموت، بل بالعكس يشتهيه ويقبل إليه. فإذا الرحمة هي النجاة من الموت، دي رحمة ربنا لشعبه. في دانيال 6 شفنا بقى القصة الجميلة بتاعت دانيال اللي شرحها سيدنا الأسبوع الجاي في اجتماع الثلاث، يعني قصة صعبة إن أنا أشرحها دلوقتي، بس أنتوا عارفين بقى إن هو كان من الوزراء، ومن كثرة أمانته أحب داريوس وحب إن هو يقيمه على كل المملكة، فابتدى الناس تغير منه ومعرفوش يشتكوا عليه لأن مليقوش فيه إيه، لا عيب ولا غش ولا ذنب ولا خطية.
فاجتمعوا وعملوا اجتماع كبير على مستوى عظماء المملكة عشان واحد متغاظين منه، وراحوا قالوا احنا ما نقدرش نلاقي عليه حاجة الا من جهة الهه، عارفين ان ملكنا مش بيؤمن بالهه، هو بيوقره لكن مش بيؤمن بيه. تعالوا نضحك على الملك ونقول له اعمل شريعة زي شريعة ميديو وفارس كده، ما تتغيرش، اللي يطلب منك حاجة، يطلب من حد غيرك حاجة لمدة شهر يترمي للأسود يموت. فالملك اسمه ملك لكن مخه زي النملة، قال لهم آه وماله، وختم. وطبعا هو مش في دماغه خالص ان دانيال المقصود، واول ما عمل كده راح دانيال سمع، راح لبيته وفتح كواه مفتوحة كده ناحية أورشليم وصلى وسجد 3 مرات كعادته. فراحوا بقى شافوه وبصوا له كده وقالوا له الحق ايها الملك عش، مش انت امرت؟ اهو دانيال لم يسمع لكلامك وعمال يسجد لإلهه. فتأسف في قلبه، ومن اجل محبته الكبيرة لدانيال اول ما حسوا ان هو عاوز يحن وعاوز يطلع دانيال من المأزق، راح قالوا له اعلم ايها الملك ان انت ايه مضيت والامضة سارية وما ينفعش كلامك يترد. فقال لهم ماشي، وراحوا نفذوا حكم الإعدام في دانيال وخدوه ورموه في جب الأسود. تاني يوم بقى راح يقدم رجله ويأخر رجله وهو متأسف في قلبه ويقول له يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده قادر أن ينجيك؟ وهو مستني يشوف العظم بتاعه. فراح لاقى رد عليه وقال له يا أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاك وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأن وجئت بريئا أمامك وأمام الله وأمامك أيها الملك. فراح بقى رده بكرامة ونعمة، وابتدى بقى يقول لكل الناس إن إله دانيال ده هو اللي يقدم له السجود والمخافة، هو ينجي وينقذ ويعمل العجائب في السماء وعلى الأرض لأنه هو نجى دانيال من جب الأسود. وراح أمر بقى إن الوزراء والمرازبة والشحن دول وهم ونسائهم وأولادهم ينقادوا للأتون، وما لحقوش ينزلوا السلم بتاع الأتون حتى بطشت الأسود بيهم. فدي رحمة ربنا يا أحبائي في نجاة أولاده. وده بقى اللي قاله مزمور باكر، مزمور باكر من مزمور 11 اللي احنا واخدينها في صلاة النوم، يقول لأنك أنت يا رب تنجينا وتحفظنا من هذا الجيل، أنت يا رب تنجينا وتحفظنا من هذا الجيل. هي دي رحمة ربنا المعلنة، هي دي رحمة ربنا للناس اللي ما تستاهلش اللي هو إحنا. فرحمة ربنا إن هي الغلبة مع الله ونوال الرحمة في الصلاة، والرحمة هي النجاة من الموت، والرحمة هي النجاة من الخطر. هقول كده بعض أو صلاتين، صلاتين من الصلوات السرية اللي بنقولهم في القداس، واختم بقصة من البستان. بنقول كده في سر الإبراكسيس لما أبونا بيجي ويعمل دورة بخور الإبراكسيس، نقول كده يا الله الذي قبل إليه ذبيحة أبونا إبراهيم، وبدل من إسحاق أرسلت له خروفا، اقبل من أيدينا نحن الخطاة ذبيحة هذا البخور، وارسل لنا عوضا عنه رحمتك الغنية. أنت يا رب قبلت ذبيحة أبونا إبراهيم وبدل إسحاق بعت له خروف، يلا بدل البخور ده ابعت لنا ايه؟ رحمتك الغنية. رحمتك الغنية تعبير جميل. وفي صلاة الحجاب اللي قبل ما ابونا يبدأ الصلاة القداسي يصليها حتة منها، يقول كده لا تردنا الى خلف لاننا نضع ايدينا على هذه الذبيحة المقدسة المخوف، لاننا لا نتكل على برنا بل على رحمتك العظيمة التي بها أحببت جنسنا. إحنا رب جايين ونصلي مش بنتكل على برنا، لا تطهير ولا أعمال، لا في أعمال بر عملناها، بل إيه؟ بمقتضى رحمته خلصنا. فنقول يا رب إحنا مش بقى لا نتكل على برنا، مش عشان صلينا باكر وصلينا رفع الخور، ولا عشان النهاردة صمنا متأخر نبقى حاسين احنا فرحانين ومستحقين ان احنا نتناول، لا لا لا،
فيش أعمال بر تقدسنا خالص، لا نتكل على برنا بل على رحمتك الغنية هذه التي بها أحببت جنسنا. الرحمة دي هي اللي إيه أحب بيها جنسنا. الرحمة هي اللي هتفتخر في الحكم. الرحمة دي هي سر دخولنا السماء. فطوبى للإنسان اللي يتمسك بالرحمة. وعارفين بقى قصة الراهب اللي كان بيسقط دايما في عادات شبابية على الرغم من كبر سنه، ظهر له الشيطان وراح قال له يا أخي ما بتزهقش، مش مكسوف على شبتك، ومش مكسوف على المكان المقدس اللي انت فيه، ومش مكسوف ولا ما بتيأس من كتر السنين اللي انت بتجاهد فيها. فراح بص له كده وقال له انت تضرب بمرزبة ونضرب بمرزبة، انت تضرب بمرزبة الخطية وانا اضرب بمرزبة اسمها ايه رحمة الله، وسترى من يغلب انت ام رحمة الله. انقشع الشيطان من امامه، ده ماسك في رحمة ربنا الواسعة. احنا عايمين في بحر الرحمة، رحمة الله تشملنا كلنا. اخر قصة من البستان بيقول كده، كان في واحد جات له دعوة لمقابلة الملك فخاف وارتعب وحاول ان هو يلاقي ناس توصله ايه للحجال بتاع الملك او للأوضة الشخصية بتاعة الملك. فراح جه واحد وقال له انا اقدر اوصلك لباب القصر فقط، لكن ما اقدرش ادخل معاك للملك. فقال له طب تعمل فيها معروف. بعد ما وصل لباب الملك قعد يدور ويسأل، فراح جه واحد حن عليه كده وقال له انا اقدر اوصلك لباب حجرة الملك، لكن ما اقدرش ادخل معاك جوه، انا ما اقدرش اشوف الملك. فقال له تعمل فيها معروف. راح خد وصل له باب حجرة الملك، وهو واقف بقى طبعا في حرس وكده قعد يتوسل ويسأل. فراح قال واحد كده شافه قال له انا هدخل معاك للقصر وادخلك الحجرة واتكلم بالنيابة عنك. فقال له كتر خيرك. فتقول يقول البستان كده الاول هو الطهارة، هو الراجل ده اللي دخله من بره لباب القصر هو الطهارة، والتاني ده اللي دخله من باب القصر للحجرة هو فضيلة المحبة اللي كلمنا عنها القديس بولس الرسول النهاردة، فهي التي تأتي بنا إلى حجرة الملك. أما الثالث فهو فضيلة الرحمة التي ستدخل وتتكلم بالنيابة عنا، هي بذاتها ستتكلم. الرحمة هي بذاتها ستتكلم بالنيابة عنا من أجل الدم اللي سفك من أجلنا، من أجل غيرة صبانا، من أجل نعمة ربنا اللي أجزلها لينا في المحبوب. هي الرحمة. يا يسوع ابن داود ارحمني. يا بخت اللي يفهم الرحمة ويعشم فيها ويمسك فيها ويتغنى بيها ويرتلها ويطلبها بكل قلب وفي كل لحظة من لحظات حياته. ربنا يشملنا كلنا برحمته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.